رياض راح يوسف عطال، التغطية الدفاعية وصلت المنتخب الغيني من المرج من أمام يوسف، راحت رياض، راح يوسف، رياض وصلت يوسف عطال، انطلق الغزال، راح عطال، التوزيع من عطال، با 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 جول، إيليا إيليا إيليا، جول 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 جول، لم يعد لدي نفس يا آدم، جول في منتهى الروعة، بالثلاثة ضربنا غينيا اليوم. والناس يخرج في القائمة الثاني، يا لها من شرسة، شكرا يا الله، شكرا يا يوسف، شكرا يا آدم، بالثلاثة ضربنا الغينيين اليوم، بالثلاثة ضربنا غينيا اليوم. كرسي الاحتياط فرحان أكثر من اللاعبين الأساسيين، خرج آدم والناس، رقم قياسي بالنسبة لآدم، لم يسبق لأي لاعب جزائري بدأ مشواره مع المنتخب لعب 8 مباريات وسجل 3 أهداف. آدم والناس يصير ضمن الهدافين، لاعب احتياطي بين قوسين ضمن هدافي البطولة بالثلاثة، ارتمى ورماها حطها في الجول من أمام إبراهيم كوني. لا غينيا ولا كينيا ولا بيصا ولا هم يحزنون، بالثلاثة ضربناهم اليوم. آدم والناس خرج من هنالك مثلا بين رياض محرز ويوسف عطال على الجهة اليمنى، بين رامي بن سبعيني ويوسف البليدي على الجهة اليسرى، وتتحسن أمور أخرى. الكرة مرت سلامات وراحت ضربة مرمى، يقول حكم المباراة للمنتخب الجزائري: برافو أيها الرجال، برافو أيها الشبان، شكرا لكم على هذا. ذلك جماهير السويس التي ستكون وفية للمنتخب الجزائري. راح يوسف عطال، حطها يوسف عطال، استلمها أدم الناس في القائمة الثاني، ارتمر ما نفسه كلية مع الكرة وسجل الهدف الثالث. سجلنا الهدف الأول في الوقت اللازم، الدقيقة 24. مرايس وهاب بولحي، 4 لاعبين جزائريين في مرمى رئيس وهاب بولحي، وانطلاقه غينيه من هنالك. راح بنقوره، راح 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 رئيس، انت رئيسنا اليوم، رئيس انت رئيسنا اليوم. نعم انت هي الروح الجزائريه التي كنا نامل ان نشاهدها في كل مره، والتي ستستمر في مصر العزيزه. سنستمر معكم مشاهدي الافاضل في مشوار الجزائر بالتوفيق لتونس غدا. القاكم وانتم دائما في صحه وعافيه. نمتع فاستمتعنا ومتعنا ببطوله كبيره جدا وباصرار كبير بالبطوله الوحيده، فرحه كبيره. اذا 9 أهداف للمنتخب الجزائري الذي لم يتلقى أي هدف رغم التغييرات الكثيرة التي تمت. إذن والمنتخب الجزائري يفوز إذن في هذه المباراة، ومحرز إذن كان رجل هذه المباراة بالتسجيل بالتمرير، والفرحة حتى مع الذين لم يشاركوا حتى الآن. نشاهد الحارس دوخة، الحارس الآخر المحترف أيضا في المملكة العربية السعودية، وجماهير غفيرة جدا قد تزداد، قد تتضاعف أيضا في المباريات المقبلة. إذا مهما يكن، بوت الذي كان يعرف الجزائر، درب في الجزائر، درب في افريقيا، إذا كان حذر أيضا من سرعة المنتخب الجزائري وأيضا خطورة المهاجمين. 3 أهداف كاملة إذا في هذه المباراة، والمنتخب يمر إلى الدوري الربع نهائي إذا بجدارة، باستحقاق، بالنتيجة، بالطريقة، إقناع كبير، وجماهير عربية متواجدة أيضا ضمن الجماهير الجزائرية من المغاربة، من التونسيين. وهذه الصور طبعا تلتقط للاعبين الآن إذا بعد هذه النتيجة الكبيرة على ملعب القاهرة. إذا 3 أهداف مقابل لا شيء. سنستعيد معا الأهداف. أولا إذا البداية كانت منذ الدقيقة 24، وذلك بهجمة سريعة تمكن من خلالها يوسف البلايلي مرة أخرى من فتح باب التسجيل. هذا الهدف الثاني له في هذه البطولة بعد تمريرة رائعة أيضا من زميله بغداد بونجاح.
في الدقيقة 57 بعد هذه الفرحة التي كانت في الدوحة في منطقة المشجعين، إذا فرحة كبيرة جدا للجماهير العربية والجزائرية المقيمة هنا في الدوحة. دقيقة 57 محرز بترويض موجه يحرز الهدف الثاني من تمريرة لإسماعيل بن ناصر، الرجل الذي أتوقع له مستقبل زاهر جدا، خصوصا أنه أصبح أقرب من أي وقت مضى من نادي ميلان الإيطالي. هذه الفرحة طبعا بالهدف الثاني في نفس موقع المشجعين هنا في الدوحة. وفي الدقيقة الثانية والثمانين النجم المايسترو آدم والناس إذن بعد دقائق فقط من دخوله، وهذه التمريرة الرائعة أيضا من عطال، ها هو يحرز الهدف الثالث الشخصي له والهدف الثالث أيضا للمنتخب الجزائري. احتفظوا بهذا الاسم أيضا، آدم والناس لاعب نابولي. الفرحة إذن للمرة الثالثة هنا في الدوحة في موقع المشجعين إذن، والعودة طبعا ستكون من دون شك إذن للكباتن. إلى يبدو أن معنا مباشرة الزميل جابر العربي. أولا جابر مساء النور، هنيئا للجزائر، هنيئا لكل العرب. ماذا عندك؟ ماذا يقول الأنصار والعرب الحاضرون معك؟ بالتأكيد الأخضر فرحة كبيرة عارمة لكل الحاضرين المشجعين محاربي الصحراء ولكل العرب هنا، فرحة لا توصف الأخضر. كما تابعت ردود الأفعال خلال أهداف الجزائر، نرصد ردود الأفعال. مبروك هذا الفوز، كيف تراه وتشعر؟ أعتقد تشعرون بتفاؤل وثقة كبيرة أن يمضي منتخب الجزائر قدما في هذه البطولة بعد هذا الدور. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك للشعب الجزائري وللأمة العربية كلها على هذا التفوق، على هذا الإنجاز. نحن الحمد لله بمجيء بهذا المدرب الشاب الطموح العارف لعقلية اللاعب الجزائري والشاب، قد قدم وجدد الحمد لله كل يعني عارين المنتخب الجزائري، وعرف كيف يأخذ يعني بعقل اللاعب الشاب ويأتي بالمزيد. وكأننا كلنا فرحانين، يعني كلنا عرب مصريين توانسة مغاربة، وإن شاء الله وإن شاء الله نتأروا لهم نتأروا لهم. شكرا لك، شكرا لك إن شاء الله. كنتم متفائلين قبل المباراة، الآن بعد هذا الفوز وهذه الثقة الكبيرة بأداء الخضر، كيف تنظر للمستقبل؟ إن شاء الله نشكر بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر كاع اللعيبة ونشكر المدرب والطاقم كاع، ومبروك للشعب الجزائري، مبروك للشعب الجزائري، وإن شاء الله ناخذوا الكأس وإن شاء الله نفرحوا كاع، وهذه البداية ومازال مازال. ماذا تقول عن هذا الفوز؟ سلام دودري فيفا لجيري، 1 2 3 فيفا لجيري. شعورك بعد هذا اللوز الكبير؟ ان شاء الله لا كوب تكون لالجيري ان شاء الله، والحمد لله راه عندنا كيبه مليحه ويلعبوا قلب، وشعارنا في هذا الدوره نربحوهم كاع ان شاء الله. شكرا لكم زملاء هذا المكان، وكانه جزء من ملعب المباراه، حماس كبير كما تشاهدوا. فرحه عوده لك وان تو ثري فيفا لالجيري. إذن الحراك ينتقل إلى الملاعب، حركة كبيرة وأهداف وعزيمة أيضا إذن، والشعب الجزائري طبعا سعيد جدا بهذا هذا الفوز. هذا حكيم الدان أحد نجوم السابقين أيضا، وهو الذي أيضا يعد من بين الإداريين الذين يقودون هذا المنتخب. إذن حكيم مدان النجم الذي كان منتظر أن يكون لاعبا كبيرا، احترف أيضا في البرتغال. وهذه الفرحة بين جمال البلماضي والجماهير الغفيرة. إذن اعتراف من الجانبين، كابتن رفيق، من المدرب ومن الجماهير، ورد الجميل في نهاية هذه المباراة. رد الجميل لأنه وكأنه عندما تعطي يعني بالنتائج تعطي للجماهير يعني اللي كان ناقص، يعني تعطي الثقة للاعبين، تعاود ترجع يعني ثقة
في الجماهير في هذا المجموعة في هذا المنتخب. يعني شفنا نتائج منذ البداية، يعني منذ المباراة الأولى، منذ دور المجموعات، حتى في مباراة اليوم. يعني في مباراة اليوم تلخصها يعني في عدة نقاط، يعني الروح، المجموعة اللي كانت موجودة، والصورة معبرة على هذا، الانضباط التكتيكي، الفرحة، يعني الفرحة هذه اللاعبين، هذه صورة ما يدل على التعايش في غرفة الملابس، على التعايش.